عملت الريبل اللي أخذت صدى بالقضية الخاصة فيها، تطورات بتخص عملة الريبن وأهم مناطق الدخول. لكن صديقي بتمنى منك تشوف قناة التليجرام لتشوف أرباحنا اليومية بالصفقات المستمرة، أرباح أرقام خيالية مضاعفة رأس مالك بمدة قصيرة جدا. صديقي انضم لنا على الرابط اللي بأسفل الفيديو لتأخذ أهم الصفقات الناجحة. تطورات بتخص عملة الريبن، لكن العملات المسروقة. أغلب العملات المسروقة من المحفظة، العملات الرقمية أتوميك، تم تحويلها إلى بيتكوين. الكمية هي 25 مليون قطعة XRP. واصل الفريق لعملة XRP متابعة محافظ المتسللين، قاموا بدمج الأموال في حساب تجمع مركزي باستخدام عملات وبعمليات تحويل متعددة. استطاعوا تحويل العملات لبيتكوين بظرف 5 ساعات. طبعا المتسللين استطاعوا بالإفلات والحصول على الكمية المسروقة. من الضروري اتخاذ تدابير أمنية وقيود صارمة لاستخدام جسور البلوكشين. من جديد، شركة الريبل تقوم بالتعاون مع بيتسو لتتمكن من تسيير عمليات التحويل المليارات عبر عملة الريبل. إلى الآن أصدقائي، إذا منتوجه لشرط العملة منشوف العملة حاليا محافظة على الترند الصاعد ومحترمة مناطق الدعم. أفضل مناطق الدخول أسفل القناة الصاعدي عند مناطق 45 سنت. طبعا استثمار عملة الريبل، تحرك العملة رح يأتي بعد ظهور نتيجة القضية. صديقي هذا الفيديو اعتبارا على الأخبار وليس توصية استثمارية. وإذا كنت تتمنى دخول بسوق الفوركس، بتمنى منك تراسلني على الرابط اللي بأسفل الفيديو. صديقي حققنا أرباح $600 بظرف أسبوع. بتمنى منك صديقي ما تبخل علي بالدعم باللايك والاشتراك حتى يصلك كل جديد.